النهارده معانا مفاجاه جميله جدا لحضراتكم في قناتكم قناه ابو الصحاب سات كل سنه وحضراتكم طيبين زي ما واضح قدام حضراتكم من عنوان حلقتنا النهارده خد بالك من كل كلمه القناه اللي جايبها لك من اقوى قنوات النايل سات لكن انتبه من هذه القناه ساعات بيكون محتواها غير مناسب للعائله هنعرف دلوقتي ان شاء الله مع بعض كل حاجه بالتفصيل السلام عليكم ورحمه الله اهلا بكم في قناتكم قناه ابو الصحاب سات وبعد الصلاه والسلام على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما ما تنساش تنور التعليقات بذكر الله وتصلي على الحبيب علشان قلبك يطيب وهنروح دلوقتي على اول سؤال موجود معانا وما هو تردد هذه القناه والسؤال الثاني هيكون حزمه القناه والسؤال الثالث هيكون اسم القناه التردد هيكون 11680 في ناس بتكتبه 11679 على معدل ترميز 27500 او 27499 التلات ارقام الاخر دول لو اتغيروا عندك مفيش مشكله هنروح على الاستقطاب انا هخلي يعني التردد كله واضح قدام حضراتكم الاستقطاب اللي هيكون حرف الفي او كلمة اسمها عمودي او كلمة اسمها رأسي هنروح دلوقتي على السؤال الثاني معانا في حلقتنا النهاردة وما هي حزمة القناة اللي للأسف الشديد هتكون حزمة شرقية فقط وان شاء الله خلال الايام القادمة هيكون معانا مفاجآت لقنوات حزمة عامة هيتم ظهورها ان شاء الله تعالى خلال الايام القادمة وقبل ما نعرف مع بعض ثالث سؤال موجود معانا وثالث معلومه وما هي اسم هذه القناه؟ بتمنى من جميع المشاهدين يا ريت ما حدش ينسى الضغط على زر اللايك وعمل الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده، اللايك بتاع حضرتك هو اللي بيخليني استمر واقدم لكم كل جديد، وما تنساش كمان تعمل شير على الفيديو ده علشان الكل يستفاد، في هذا المكان هيظهر قدام حضراتكم الاسم الخاص بالقناة اللي هيتم ظهوره عندكم على الجهاز وفي حالة عدم وجودها يبقى انت كده لاما يكون عندك مشكلة في الاشارة او عندك تخريف في الرسيفر بتاعك في ظهور الترددات او القنوات او تمسح التردد وترجع تضيفه تاني من جديد هي القناة حاليا موجودة على النايل سات وقبل ما اختم حلقتنا النهاردة عايز اقول لحضراتكم على معلومة لوجه الله تعالى الا تجعل المشاهدة تلهيك عن الصلاة وعن ذكر الله دائما خلي كل حاجة في حياتك يكون ليها وقتها والسلام عليكم ورحمه الله